par Axas qui justement remet en action Hamiti et qui marque, qui laisse aucune chance pour le gardien. Et l'enchaînement de Hamiti était superbe également. Ouais. Hein, et il s'est retourné instantanément. Voilà. Il n'y avait pas d'enjeu parce que Axas il était le premier défenseur. C'est la même chose que Younes déjà prend le ballon, il dit un peu, il dribble un joueur et qui retrouve pour la deuxième fois Hamiti qui contrôle malgré avec le défenseur et juste en moment où il contrôle, il frappe et le gardien a été surpris et c'est le deuxième but pour la JSK. Et la joie des joueurs du CRB a été de courte durée, 2 minutes seulement se sont écoulées après l'égalisation de Saïbi et Hamiti qui réalise un doublé déjà dans ce match. Oui, je pense que Hamiti est dans sa lancée, que ce soit en championnat ou en coupe. Il le prouve aujourd'hui avec son deuxième but. Je pense que Younes... C'est le mural de Simo Salah. Hamiti joue ici le Fares Hamiti. Il joue ici le Fares Hamiti. Dites-vous qu'il y a 10 فارس حميتي تا كارطون ثورة خو بعد ميك ساتريك وين ساكني بوين حال ديس ويس 5 كيخرجوش من الجزائر فارس حميتي سير زاد العلماء سير زاد ضربة السير بالوزداد هاك هي ون تورا سين غريوان 7 دقائق يقول انا قبل ما تفوت من اللي تاكل فارس حميتي يقول لني وكنا دياوي يسوي الولا يعني يفرجن وكين سي تمان تربعة لا جي اسكا في ميجانو راه حنا راه يبدو كان فارس حميتي هو تاكارتون تصاورا سمي كيس تريكوينس بعد ما يدي بويس ويكي تولا دابا فيه الفارس حميتي ستيتا وقارو تولا اكلي وات الحال غار فهمت الشيطان وساوي توزيع تاع زيتي امام لاعبين اثنين بالنسبه لشبيكه القبائل الموجودين 8 مدافعين بالنسبة لمولودية العلم لم يستطيعوا مراقبة لاعبين اثنين في المنطقة تاعهم وكان شوف يعني يطلع بالأرجل تاعه وكان غالط تماما الحارس صحراوي كانت يعني صعيبة جدا حتى ولو كانت عنده نوع من المسؤولية من المفروض ممكن نقولوا يخرج في هذه اللقطة ولكن كانت نوع من المغامرة بالنسبة للحارس مخادعة أرضية صعبة على الحارس ليماني في الزاوية البعيدة تعلن عن تعديل النتيجة ولكن العمل الكبير للشاب رقم 23 البديل لمهان من الأواسط الذي قام بعمل مهاري كبير جدا شاهدوا ماذا فعل انتظر في المرة الأولى والثانية وقدم كرة سرعة من منطقة التسلل لإعادة ممكن راح تبين أكثر هذه اللقطة نقول لأن اللاعب اللي كان ساخط في الأرض ما شاركش في اللقطة غير معني تماما باللقطة واللاعب اللي انطلق من وراء دفاع مولودية العلبة هو اللي خذ الكرة وسجل الهدف وبالتالي الهدف صح على كل من الحكم أقر بشرعية الهدف لا il a fait juste le petit crochet il centre et il trouve Hamiti là où il faut de la tête et trempe le gardien du CR Belgien 1-0 pour la JSK. 1-0 après 14 minutes de jeu. On revoit ici Younes. Ah oui, le centre de Younes était. Tjar. ناحيه القائم الثاني واصابه با 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 لم تمضي دقائق قليله فقط وحامتي يتمكن من الرد ويتمكن من هز شباك الحارس سيدريك سي محمد اصابه مقابل اصابه تلتهب المدرجات من جانب انصار شبيبه القبائل يفعلها حامتي ويتمكن بعد هذه المخالفة المنفذة كما ينبغي صوب تجار الذي نفذ نحو حامتي شوف الإعادة وأقول أيضا دائما فرجة متعة وإفادة وبرأسية وفي الزاوية البعيدة ها هو حامتي دفاع فريق اتحاد الحراش وحامتي القناص الصياد الذي لا يتسامح يجد الكرة مهيئة أمام دوخة اتحاد أو شبيبة القبائل بقدم حامتي فارس غلطة ارتكبها الحارس من الآن نشوف الحارس راه يعني من هي كانت
من جريش. نعم شفنا يعني في وضعية صعبة يعني عرف شوفها حميتي يعني شوف الذكاء تاع القناص اللي كنا عليه القناص يتابع قراها قراها الكرة وين راهي رايحة وسبق يعني حارس دوخة باليسرى يسكنها في الشيبة. كرة أولى لحميتي فارس يتمكن من الوصول إلى مرمى دوخة.